السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مشاهدينا الكرام ومع حضراتكم في لقاء جديد لجلسه اعمال جديده وعلى طاولتنا لهذا الصباح كل ما استجد على صعيد ساحه المال والاعمال والاسهم والمؤشرات محليا واقليميا وحول العالم معكم في كل صباح من الاحد الى الخميس كما اعتدنا ومع ضيوفنا كذلك واليوم نرحب في الاستوديو بضيفنا الدكتور عبد الله الخاطر المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركه الامل للاستثمار كما ينضم الينا ايضا المحلل الاقتصادي السيد علي قيسيه من بورصه قطر صباح الخير لكم مشاهدينا ولضيوفنا الكرام ومع حضراتكم نبدا هذا الصباح بمحطتنا الاولى بورصه قطر بالأمس كان من الواضح الاستقرار الذي شهدته البورصة في تعاملاتها نتحدث هنا عن أحجام وقيم التعاونات وإن كانت قد أغلقت باللون الأخضر مع صعود مؤشر السوق بنسبة هامشية هذه النسبة بلغت, عند بلغت به مستوى 10009 نقاط تقريبا بعد ارتفاعات بلغت عشر نقطة المئوية أحجام التداول بالأمس كانت بحدود 200 مليون سهم والقيمة الإجمالية نهزت 359 مليون ريال والتنفيذ جاء على 6837 صفقة طبعا السيولة بالأمس جاءت بمستويات مرتفعة بعد أن شمل الرقم تداولات ليس فقط للأسهم ولكن أيضا تداولات للسندات لكن الرقم الذي تابعناه على الأسهم بلغ حوالي 300 و 60 مليون ريال طبعا بمستويات ليست بعيده كثيرا عن مستويات الخميس الماضي وان كانت بدت افضل بعض الشيء. تراجعت معنا قطاعات الصناعه والبنوك والخدمات الماليه والبضائع والاتصالات. اما القطاعات المرتفعه فكانت ثلاث قطاعات على راسها جاء القطاع العقاري اكثر من 1% ثم التامين ب عشر نقطه والنقل مدعوما بارتفاع سهم ناقلات الذي ينتظر نتائجه الماليه. هذا اليوم معنا القطاع العقاري مشاهدين الذي سجل ارتفاعات بواحد في المائة سجل نمو لمعظم اسهمه ثلاثة اسهم تقدمها سهم ازدان الذي ارتفع باثنين وثلاثة ارباع النقطة المئوية في المقابل كان لدينا تراجع في القطاع الصناعي باربعة اعشار النقطة وكان معنا انخفاض في عدد من اسهم هذا القطاع ابرزها الاسهم القيادية صناعات قطر وكهرباء وماء وهذه شركة اخرى ايضا بانتظار نتائجها لهذا اليوم وكان معنا أيضا تراجع على سهم استثمار الذي كان من بين متصدري نشاط التداولات بالأمس وسجل تراجعات باثنين ونصف النقطة المئوية اللافت كان أيضا هو تقدم إنماء القا... القابضة القائمة الخضراء مكاسب بأربعة وستة عشر النقطة المئوية طبعا بانتظار نتائجها المالية كانت يوم الأمس ومعنا كان تصدر سهم السينما القائمة الحمراء بتسعة في 9% وسط تداولات ضعيفة على السهم لكن إذا ما تحدثنا عن أنشطة التداولات فإن استثمار كانت متصدرة للكميات بقرابة 63 مليون سهم وإزدان متصدر للسيولة بأكثر من 53 مليون ريال كم معنا مشاهدينا بالأمس نتائج مالية لشركة إنماء القابضة التي أعلنت طبعا عن بيانات المرحلة المنتهية في 30 من سبتمبر 2020 وبلغ صافي الربح أربعة ملايين وسبعمائة ألف ريال مقابل صافي خسارة ب 346 أو 347 ألف ريال تقريبا لنفس الفترة من العام الذي سبقه وهو ما ترك تأثيره على ربحية السهم التي بلغت 8 دراهم و13 درهم في الربع الثالث من العام الحالي مقابل خسارة للسهم الواحد ب16 درهم لنفس الفترة من العام الذي سبقه دكتور عبد الله ابدا معك من حيث انتهى المؤشر يوم الامس يعني عدنا لنتابع مستويات ال ألف نقطه بعد ان فقدها المؤشر لعده جلسات لكن لازلنا نتحرك ضمن دائره من التداولات ضيقة النطاق نتحدث هنا ليس فقط عن نطاق الأحجام والقيم الذي تراجع بشكل واضح عن أسبوع مضى ولكن حتى عن نطاق تحركات المؤشر كنا نتحرك بالأمس آه تقريبا خمسين نقطة ما بين أعلى نقاط المؤشر وأدناها ومستويات عرضية سادت لمعظم فترات منتصف الجلسة تحديدا إذا ما استبعدنا بدايات متذبذبة ونهايات قادت إلى بعض الارتفاع هذه التحركات تأتي بفعل ماذا؟ بفعل كل ما نتابعه في الأسواق العالمية بفعل موسم النتائج المالية بفعل انتهاء موسم المضاربات فعلياً مع دخولنا الربع الأخير من العام يعني برأيك أبرز المؤثرات على أداء المؤشر في الفترة الحالية؟ في المرحلة هذه هناك الحقيقة عدد من العوامل لكن بشكل عام السوق في حالة ترقب خاصة بالنسبة لي إما الإعلانات خاصة بالنسبة للشركات القادمة أيضا الرضا بما وصل للمؤشر حتى الآن وأيضا ترقب هل راح يكون المؤشر قادر على اختراق المستوىات هذه طبعا في الخلفية في العموم كل ما يحدث على المستوى العالمي وإلى أي مدى أيضا لا تبعات بالنسبة للحالة حالة التفاؤل خاصة بالسوق لدينا إذا نظرنا في الداخل طبعا هناك حالة اطمئنان بشكل عام الآن على المستوى العالمي آسيا هناك اطمئنان واليوم الصباح الحقيقة طلع أيضا نمو الاقتصاد الصيني 4 أو 9% وهذا شيء جيد ولذلك الآن وضع آسيا بشكل عام وخاصة الصين وضع الحقيقة في في ريادة الاقتصاد العالمي الآن بالنسبة للحالة الماليه بشكل عام، كل المؤشرات الحقيقه ايجابيه بالنسبه للاقتصاد الصيني، هناك ايضا قدره في اسيا على التعامل مع الوباء بشكل عام، لكن هناك ايضا مخاوف من امريكا الجنوبيه، امريكا الشماليه واوروبا واللي بدانا نلاحظه في الموجه الثانيه، لذلك المستثمر الان ما بين حاله الرضا بالنسبه للمؤشر وما حققه خلال الأشهر الماضية بالنسبة للمردود، أيضا الدخول في ربع الربع الرابع السنة، لذلك يراجع الاستراتيجية، يراجع أيضا التوزيع بالنسبة للأصول، أيضا يراجع المردود، وهل يحتاج إنه يبدأ يعيد تكوين المحفظة أم إنه يحافظ عليها؟ هناك حالة الحقيقة من التأرجح بالنسبة لكثير من المستثمرين الان المستثمر اللي جنى بعض الارباح قد الان يبدا في محاوله الدخول مره ثانيه بالسوق المستثمرين المتواجدين داخل السوق الان هل يجني الارباح ام هل ينتظر طبعا كل هذا الان في ذهن المستثمر ولذلك نرى حالة التأرجح والمراوحة ولكن المحافظة على العشرة ألاف أيضا حقيقة جدا إيجابي بالنسبة للمعشر. قبل أن أتحدث عن المستأمر المستثمر المحلي أريد أن أعود قليلا إلى وضع الاقتصاد العالمي حضرتك تتحدث عن أرقام إيجابية بالنسبة للصين طبعا ظهرت تقريبا هذا الصباح 4.9% في في عن الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وطبعا هذا يؤشر على تعافي واضح للاقتصاد الصيني وان كان اقل من المتوقع لكن كم من الواضح ان تعامل اسيا مع كل مساله كورونا هو تعامل مختلف نحن نرى كما تحدثت حضرتك صوره مختلفه في القارات الاخرى مع غياب القاره الامريكيه الجنوبيه عن تاثيرها على الاقتصاد العالمي والمقاومه الكبيره التي يبديها الاقتصاد الامريكي وفيما يبدو ينجح في هذه المقاومه تبدو اوروبا الاضعف هنا خاصه في ظل وجود يعني عوائق كبيره ومع دول كبرى بريطانيا وفرنسا والمانيا حاليا تحت الضغط واليوم هناك تاكيد الحكومه البريطانيه عن خطه جديده ب200 مليار جنيه استرليني ستضع ضغطا طبعا على الحكومه البريطانيه المضغوطه اساسا بعد خروج بريطانيا القارة الأوروبية قارة مهمة على الواقع الاقتصادي كيف يمكن أن تؤثر كل هذه الضغوط على الاقتصاد العالمي من جهة وعلى المؤشرات من جهة أخرى صحيح أهمية خاصة القارة الأوروبية ولكن أهميتها تأتي في دعم الاقتصاد بشكل عام ولكن في جانب النمو في جانب الحقيقة التقنيات في جانب حلول جديدة بالنسبة للعالم لم نرى هذا خلال العشرين خمسة وعشرين سنة الماضية في أوروبا ورأينا أيضا قدرتها على التعامل مع الأزمات الصراحة في تردي بشكل كبير خلال العقود الماضية كانت الولايات المتحدة خاصة تتقدم في الجانب هذا والآن أيضا نراها تتراجع بشكل كبير في الجانب التقني على عد على عدة الحقيقة جوانب لا يتسع طبعا الوقت الدخول في تفاصيل الحقيقة آه بالنسبه ايضا للقدرات الماليه من آه 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 القروض أو الديون بالنسبه للناتج المحلي الى الناتج المحلي والنمو في الناتج المحلي لا يسمح طبعا الوقت بالدخول في كثير من التفاصيل ولكن على كل المستويات الان الحقيقه الاقتصاد الصيني والاقتصاد الاوروبي الاسيوي يتقدم حتى في الجانب طبعا التقني وجانب القدره على اداره الازمات، نعم. الان نرى مدى التراجع الحقيقه ولذلك ايضا هذا تحول كبير راح يكون في رؤيه المستثمرين لان بدانا الحقيقه نضع الان اللبنات الاساسيه بالنسبه لمحافظنا وفيها طبعا من 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 عقود يعني تحاشينا اوروبا لان اوروبا اصبحت عجوز الحقيقه. نعم. امريكا ظلت قادره على المنافسه لحد يمكن قبل شهور اتضح تماما الحقيقه من ابل الى تسلا اليوم تعتمد على تقنيات الشركات الصينيه وعدم قدرتها على ايضا احداث الجديد خاصه في السوق العالمي لذلك نرى اذا كان اداره الازمات، اذا كان ايضا الحس بالبيئه والسياسات، اذا ايضا نظرنا للقوائم الماليه للدول وللشركات هي في حال افضل، لذلك مرحله التحول اللي كنا نتحدث عنها يبدو تمت تماما الان بالارقام الاخيره بالنسبه للاقتصاد الصيني. اصبح الحقيقه رياده الاقتصاد الصيني والاقتصادات الاسيويه واضح نعم. كل الوضوح نعم أه سيد علي وصلنا اذا الى المستثمر المحلي أه عمليات مضاربيه واسعه شهدتها الاشهر الماضيه نشاط كبير وعوائد الحقيقه لم تكن بالبسيطه خاصه على عدد مهم من الاسهم يعني كان هناك تحسن كبير في الاسعار كان هناك آه يعني نتحدث عن نمو واضح في آه المكاسب التي سجلت آه سجلها عدد مهم من المستثمرين على مدار او نتحدث عن اسعار الاسهم، هل يعني دخولنا الربع الرابع اننا بدانا آه فعليا في مرحله غياب المضاربات ودخول النظره الاكثر استقرارا، الاكثر شموليه، البحث الان عن عوائد الشركات وعن التوزيعات الماليه وعن الاداء السنوي وكل هذه النقاط التي غابت بعض الشيء خلال الاشهر القليله الماضيه. نعم صباح الخير اختي روان وجميع الساده المشاهدين، الحقيقه لربما خفتت يعني خفت صوت المضاربه في هذه المرحله مرتبط بشكل او باخر بظهور بعض النتائج التي تخص الشركات الكبرى وبالتالي حينما يظهر نوع من زخم نتائج الاعمال يخفت صوت المضاربات في هذه المرحله، لكن هذا لا يعني بالضروره بان هذه المضاربه ستغيب ستعود فور انتهاء موسم. اعلان نتائج شركات الربع الثالث من العام ولربما تظهر في نهايات العام على اعتبار ان هناك نوع من المضاربات الهادفه الى تحقيق نوع من جني الارباح الراسماليه التي تدون في الحسابات الختاميه للشركات، لكن حقيقه أن لربما نحن بحاجه الى تغيير السيناريو الذي يسير عليه السوق، هنالك نوع من التشويش الذي ادى لربما لحرمان بعض الشركات القياديه والكبرى التي تستحق التقدم من التقدم لصالح بعض الشركات الصغيره التي حققت مكاسب كبيره بفضل اقبال المستثمرين عليها لعلمهم بان هذه الاسهم لربما هي اقل من القيمه الدفتريه والقيمه الاسميه وبالتالي يمكن المجازفه في يعني تراكم المكاسب وفقها لان اسعار الفائده منخفضه وبالتالي لا يوجد هنالك نوع من المخاطر في المراهنه على هذه الاسهم، لكن السوق ستصحح نفسها سنلجا بشكل او باخر الى الشركات التي دابت على تحقيق نتائج مالية قوية ولديها القدرة على بعث رسائل إطمئنان للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل وأعتقد بأن هذا الشكل سيتغير شيئا فشيئا في المرحلة المقبلة لصالح الشركات الكبيرة التي استطاعت إدارة الأزمة بأنجع الوسائل وبأفضل الطرق خلال فترة جائحة كورونا. نعم طب لكن سيد علي يعني ألا ترى بأن البعد عن المضاربات والاعتماد على الأسهم القيادية التي لها الوزن النسبي الأكبر طبعا على المؤشر هو ما يدعم النظرة يعني إذا أردنا أن نتحدث عن النظرة المتفائلة للمؤشر العام وقدرة هذا المؤشر على اختراق مستويات جديدة ووصول ربما حتى إلى 10,500 نقطة في الفترة المقبلة إذا إذا تمكنت هذه الأسهم من الدعم الصحيح. هذه الأسهم حقيقة في في قائمة كبيرة من الأسهم القيادية التي تستحق الدعم، لكن كما أسلفت بأن لربما يعني ذهاب الشريحة الكبيرة من المستثمرين نحو الأسهم الصغيرة دفع يعني الاحجام عن هذه الاسهم الكبيره بشكل او باخر ميزه الاسهم الصغيره والمضاربات التي جرت عليها بانها خلقت سيوله اضافيه لربما تخدم الاسهم الكبيره ايضا في المرحله المقبله لكن هذا التحول سيكون حتميا خصوصا اننا في سوق يعني مدرج على الاسواق العالميه هنالك مؤسسات عالميه تراقب اساسيات الشركات والتوقعات المستقبليه بشانها هذه الشركات الكبرى تخضع لرقابه هذه الجهات الاستثماريه العالميه التي تجري عليها دراسات وهي بالتالي تعرف قيمه هذه الشركات وفي لحظه من اللحظات ستقوم باعطائها حقها وهذا ينطبق ايضا على المحافظ والصناديق الاستثماريه المحليه ايضا. ولدينا عدد من الاستحقاقات طبعا الشهر المقبل وخلال فتره قريبه لكن مشاهدينا نعود الى سوقنا المحلي الذي يشهد هذا الاسبوع نشاطا على صعيد افصاحات الربع الثالث ومن المنتظر ان تفصح اليوم كل من الناقلات والكهرباء والماء ومجموعه المستثمرين القطريين بينما نشهد غدا افصاحات ثلاث شركات اخرى هي مخازن والاسمنت والرعايه الطبيه ويشهد الاربعاء افصاح كل من شركه الملاحه القطريه والبنك الاهلي وودام الغذائيه ونختتم افصاحات هذا الاسبوع يوم الخميس بمشيئه الله تعالى مع افصاح كل من الخليجي وقام كوب والطبيه. بينما من المنتظر ان نشهد الاسبوع المقبل افصاح ل 29 شركه. نختتم بها نتائج الربع الثالث من العام الجاري، إيه سيكون الاسبوع المقبل اذا هو اسبوعنا الاخير من النتائج الماليه، وقبل ان ننتقل الى ملف اخر دعونا نستعرض مع حضراتكم افتتاحات جلسه الاثنين لهذا اليوم، طبعا فيما يبدو ان السوق يستقر في المنطقه الخضراء، ربما بشكل اقوى مما تابعنا حتى مع ختام الجلسه الماضيه حوالي 14% يضيفها المؤشر الى رصيده في هذه اللحظات ليقف عند مستويات وخمسة نقطه مع نشاط في التداولات يبلغ قرابة الواحد وعشرين مليون ريال مع أكثر من أو مع نحو خمسة عشر مليون سهم يتم التداول عليها لهذا اليوم إذن لازلنا نتحرك ضمن منطقة ربما هادئة من التداولات لنرى كيف ستسير بعد قليل ولكن المكاسب المسجلة لهذا الصباح تبدو فوق نصف النقطة المئوية حاليا أبرز الأسهم على لوحة التداولات كما نتابعها لهذا اليوم ونبدأ طبعا مع القائمة الخضراء التي يتصدرها سهم قطر للتأمين المرتفع بأكثر من 2 في مع تداولات تفوق نصف مليار ريال مع أو نصف مليون ريال مع نادلال القابضة 1.16 النقطة المئوية مستويات المكاسب المسجلة تقود السهم الى ريالين 23 درهم كيو ام بي السهم القيادي في المنطقه الخضراء اليوم بمكاسب تقدر ب 1.13 نقطة المئويه كان احد متراجعي الجلسه الماضيه ضمن القطاع البنكي ومعنا مجمع المناعي ايضا ضمن المتصدرين للقائمه الخضراء ب 21 نقطه المئويه مع تداولات مع تداولات محدودة لكن معنا عدد مهم من الأسهم القيادية التي تدعم أداء المؤشر لهذا اليوم أبرزها طبعا ناقلات ومعنا كذلك بنك الدوحة ومعنا الريان ومعنا التجاري وبروى ومزايا وإزدان وصناعة وكهرباء وما على استقرار لهذا الصباح سهم من سهم السلام يتصدر القائمة الحمراء فيما يبدو لهذا اليوم ومعنا تراجعات على المستثمرين بواحد و بواحد في المئة قريبا منها تأتي السلام والخليج التكافلي يتراجع بثلاثة أرباع النقطة المئوية مع تراجع أيضا الاستثمار بنصف النقطة المئوية إذا الاستثمار تظل في المنطقة الحمراء تعود إلى 61 درهم مستويات سعر السهم لهذا اليوم أما النشاط كما نتابعه لهذا الصباح ففيما يبدو تتصدر استثمار النشاط بأربعة ملايين ريال يليها الماء القابضه التي تتداول على قرابة ثلاثة ملايين طبعا كانت متصدره للمكاسب الجلسه الماضيه بعد نتائجها الماليه، ازدان ايضا 14 في المئه واكثر من ثلاثة ملايين ريال ومعنا بنك الدوحه باللون الاخضر بثمانية 18 النقطه وبقرابة ثلاثة ملايين ريال تداولات، اذا كافه الاسهم أو معظم الأسهم النشطة لهذا الصباح هي ضمن القائمة الخضراء والحقيقة أن القائمة الخضراء تضم فيها قرابة ضعفي عدد الأسهم في القائمة الحمراء لهذا الصباح، إذا هذه كانت الصورة في سوقنا المحلي منها ننتقل بكم إلى ملف آخر مشاهدينا حيث استعرض التقرير السنوي للخطوط الجوية القطرية أداء شركة اكتشف قطر التي تعد الشركة الوحيدة المختصة في إدارة الوجهات في مجموعة الخطوط الجوية القطرية وترتكز مهمة اكتشف قطر على تقديم تجارب لا تُنسى لزوار دولة قطر من خلال مجموعة من العروض الحصرية لضمان المحافظة على جودة الخدمات المقدمة دائما واتباع نهج قائم على منح المسافرين أفضل التجارب كما تولي اكتشف قطر أيضا تركيزا كبيرا للاستدامة واحترام العادات والتقاليد وثقافة دولة قطر والمجتمعات العالمية أه سيد سيد أو الدكتور عبد الله يعني اكتشف قطر أه أتاحت خلال الموسم الماضي أه الفرص لحوالي 75 ألف مسافر لزيارة قطر أه ضمن أه خطط وعوامل لجذب السياح الى هنا. هل نتوقع انه مع عوده ربما حركه السياحه العالميه الى نوع من الطبيعيه سيكون لدى قطاع السياحه في قطر الفرصه للتكيف والقدره على جذب مزيد من السواح ربما تضم حتى شرائح جديده لم نشهدها سابقا. آه هذا صحيح قطر خلال المرحله الماضيه استطاعت انها الحقيقه تبني آه صوره لي آه على المستوى العالمي يعطي الحس بالأمان من خطوط الجوية الحقيقة واستمرارية خاصة في مراحل الوباء للعمل خلال الفترة هذه وظلت قادرة على والتوسع خلال المرحلة الماضية أعطى صورة واضحة أن الخطوط القطرية قادرة على إدارة الأزمة من خلال الخطوط القطرية أيضا كون المطار, قطر المطار مطار حمد مطار قطر اخذ الاولويه على المستوى العالمي بالنسبه للامن داخل المطار ايضا يمكن المسافر من اتخاذ القرار للقدوم لقطر قدرتنا في الداخل طبعا على الحقيقه ايضا اداره الازمه بشكل يطمئن المسافرين ويطمئن السياح ايضا هذا راح يمكننا، اذا الثلاث الحلقات المهمه يبدو تم تامينها بالنسبه للسياح وطمانه السائح اذا توجه من خلال الخطوط القطريه الى مطار قطر، الى داخل قطر فهو في امان من الوباء، اذا هل هذا راح يسمح طبعا بنمو قطاع الضيافه بشكل عام؟ اكيد. قدرتنا في الداخل طبعا لتوفير المنتج، وتوفير ايضا البرامج المحفزه وخاصه البرامج اللي توصل الصوره في الداخل، وقدره السائح في الداخل على الحراك بسهوله والاستمتاع بما تم حتى الان من الحقيقه منتجعات ومتاحف وايضا مناطق للحراك، ايضا مهمه بالنسبه للسائح. إذا إذا نعم. استطعنا ضبط الحلقات حتى الداخل اعتقد طبعا قطر اليوم مرشحه وخاصه قطاع الضيافه على النمو بشكل افضل من الدول الاخرى يعني لا ننسى ان احنا في في وضع فريد وفي وضع الحقيقه صعب بعض الشيء لكن انت تتعامل من خلال هذا الوضع اعتقد حققنا ما هو مطلوب الان نعم سيد علي اذا هي حلقات متعدده يقودها آه ثالوث آه آه الخطوط الجويه القطريه هي آه الهيئه العامه للسياحه او المجلس الوطني للسياحه حاليا واكتشف قطر آه بعد هذا المثلث هناك عدد مهم من الحلقات آه للقطاع آه آه الخاص كيف يمكن أن نرى القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة بعد ربما نوع من التعافي من هذه الأزمة نعم الحقيقة القطاع الخاص دائما ما كان يرافق مجلس وطن السياحة في المشارك في المؤتمرات والمنتديات العالمية ذات الصلة بقطاع السياحة إن كان في فرانكفورت أو في غيرها من المدن لكن كما تعرفين من نتيجة لربما الشلل الذي أصاب قطاع السياحة في العالم برمته الموسم السياحي الصيفي في أوروبا توقف بالكامل اليوم لربما الحديث عن موسم سياحي مقبل ان ظهرت هنالك المزيد من مؤشرات التعافي نحن نعرف بان دوله قطر موسم السياح الاعتيادي يبدا من هذه المرحله انتهاء بشهر ابريل وبالتالي ان شاء الله ان تمكنا من استمرار تصحيح المنحنى من البياني فان من شان ذلك لربما ان يعني يبعث بمزيد من رسائل إطمئنان القطاع الخاص ليمارس دوره في مساله الترويج للسياحه في دوله قطر، كما تعرفين بان هذه نتحدث ان كان المنتجعات او فنادق هي بشكل او باخر بعضها ينتمي الى علامات تجاريه عالميه لديها علاقات وامتدادات خارجيه كثيره وبالتالي شبكه الاتصال لديها سهله ويمكن لها ان تساهم بعمليه تعميق نشاط قطاع السياحه لكن هذا الامر مرهون بشكل او باخر بطبيعه الوضع الوبائي في العالم نعم مشاهدينا في ملف اخر اكد سعاده السيد يوسف بن محمد العثمان فخر وزير التنميه الاداريه والعمل والشؤون الاجتماعيه على اهميه الشراكه والتعاون ما بين مؤسسات الدوله والجمعيات والمؤسسات الخاصه لتنفيذ خطط التنميه الوطنيه مثمنا دورها في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعيه والتربويه والعلميه والثقافيه والمهنيه وقال سعادته في بيان ان وزاره التنميه الاداريه والعمل والشؤون الاجتماعيه تعمل وبشكل مستمر على تفعيل هذه الشراكه وتقديم يد العون والمسانده لهذه الجهات الوطنيه داعيا الى المزيد من التعاون والتنسيق والشراكه الحقيقيه لما فيه المصلحه الوطنيه، وذكرت وزاره التنميه الاداريه والعمل والشؤون الاجتماعيه في بيان بمناسبه صدور قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصه الجديد ان من شان التعديلات التي تم اقرارها في القانون الجديد المساهمه في تحقيق مرونه اكبر لتسجيل الجمعيات والمؤسسات الخاصه وتمتع اعضاء الجمعيه العموميه بكامل حقوقهم دون الحاجه الى مرور سته اشهر على انضمامهم للجمعيه كما كان سابقا سيد علي تعليقك بشكل سريع على القانون الجديد الحقيقة كما تعرفين بأنه ما يسمى بستيك أو يعني أطراف المعادلة في أي مؤسسة يجب أن تكون هناك علاقة ناظمة ومؤطرة بإطار معين هناك مستجدات تحصل إن كان على كيفية تواصل عبر منصات, منصات الرقمية أو كيفية ما هي علاقه الجمعيه العموميه بمجلس الاداره كل هذه تم اعاده النظر وتم تحديثها في هذا القانون بما يتفق مع المستجدات التشريعيه وايضا المستجدات التقنيه الحاصله في الان في الاونه الاخيره نعم مشاهدينا ايضا تستمر بمركز الدراسات القانونيه والقضائيه بوزاره العدل اعمال الدوره التدريبيه التخصصيه لصالح الدفعه الرابعه من الوسطاء العقاريين التي انطلقت يوم امس وذلك في اطار اجراءات الترخيص لهم بموجب احكام القانون رقم 22 لسنه 2017 بتنظيم اعمال الوساطه العقاريه وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأح الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات آه الترخيص آه خبر اخر مهم في القطاع العقاري اعلنت مجموعه بروى العقاريه انها تدرس حاليا تطوير مشاريع سكنيه تتناسب مع فئه الدخل المحدود والمتوسط بتصاميم مستوحاه من النمط المعماري الحديث والتي ترتقي الى مستوى المدن الحديثه بخدماتها ومرافقها المتكامله تاتي هذه المشاريع في اطار استراتيجيه بروى العقاريه نحو توظيف الامثل لاستثماراتها لتلبيه كافه احتياجات العملاء على المدى الطويل بما يضمن تعزيز مكانتها كمطور لاضخم المشاريع العقاريه Estratégia في الدولة. يعني دكتور خاطر الحقيقة آه القطاع العقاري نعلم أنه من أهم القطاعات الاقتصادية وكان لديه استثمارات كبيرة آه آه خلال فترات آه متعددة، لكن فيما يبدو أن هذا القطاع مؤخرا كان ينطلق الإشارة التي أطلقت كل هذا النشاط وكل هذا آه الزخم الذي نتابعه حاليا ليس فقط على صعيد الأسهم المدرجة في بورصة قطر ولكن حتى على صعيد ما يحدث على أرض الواقع. القطاع العقاري اليوم أين يقف وماذا يحتاج بعد نصل به الى المستوى المناسب لتطلعات القائمين عليه من حيث مساهمته في الناتج الوطني. طبعا في الداخل احنا ما زلنا نكتسب تجارب الحقيقه من قطاع الى قطاع ومن مرحله الى مرحله. مررنا في مراحل متعدده الحقيقه وتراكم المنتج العقاري من مكاتب الى مساكن الى مختلف الحقيقه المواقع الجغرافيه وايضا المنتج ال آآ آآ العقاري بشكل عام ولكن يظل هناك حسب الفترات إن كانت الحقيقة إن كان في إقبال عدم إقبال دائما من دراسة البيانات بإمكانك تصل إلى شرائح لم تخدم في المرحلة في, في المراحل الماضية وحديث اليوم الحديث عن أنه بروة تنظر أيضا لل الشريحه هذه دليل على انه ما زالت في بعض الشرائح على كل هذا المنتج الحقيقه كان في اتجاه قد يكون كان في اتجاه اكبر للشرائح ذات الدخول المتوسطه والعاليه الان ما زال هناك ايضا فرص جميل وجيد الحقيقه لان معناته ما زال ايضا هناك متسع للنمو وايضا هذا النمو خاصه في قطاع البناء في قطاع الانشاء في القطاع العقاري مهم جدا لانه مسيس بكل الحقيقه القطاعات الاخرى اذا كان الاسمنت اذا كان الكهرباء اذا كان ايضا الالات اذا كان شركات الهندسه المستشارين كل هذه تدخل في عمليه البناء الاثاث كل هذا الحقيقه لذلك استمراريه القطاع العقار في الحراك في النمو اساسي لدعم الاقتصاد بشكل عام، كل ما كان هناك فرص ايضا حقيقة بالنسبة للمستثمر في في شكل بروة او الشركات وقدرتها على الحقيقة النظر وإيجاد فرص، كل ما كان هذا الحقيقة جيد بالنسبة للاقتصاد ونحتاجه في المرحلة القادمة نعم. اساسي. سيد علي يعني بروة كان لها مشاركات سابقة في عدد مهم من المشاريع الحكومية، اليوم إعلان بروة وحديثها عن مشروع مثل الذي يتم الحديث عنه ونتحدث هنا عن يعني مدن حديثة ولكنها موجهة بشكل رئيسي إلى فئة الدخل المحدود أو محدودية الدخل ومتوسطي الدخل هل هذا مواكبة لما يستجد من من تقريرات وتشريعات على الواقع الاقتصادي العقاري في الدوله نعم كما تعرفين بان شركه بروه مملوكه تقريبا بنسبه 45% شركة ديال القطريه التابعه للدوله وبالتالي وكانها تقدم نموذج من نموذج الشراكه ما بين القطاعين العام والخاص هنالك مؤتمر اقيم في الاونه الاخيره وايضا هناك قانون اقر في مساله كيفيه توطيد او التنسيق ما بين القطاعين العام والخاص تحقيقا للرؤية الوطنية وتنفيذا للاستراتيجيات المختلفة حقيقة حينما تحدث عن المشاريع الحالية هي طبعا سيتم إنجازها في المستقبل باستثناء الظروف التي واكبت سوق العمل في هذا العام في الأعوام المقبله هنالك حاجه حقيقة لكثير من الموظفين والعمال في قطاعات كثيره تراهن عليها دوله قطر في تنويع موارد الاقتصاد ان كان الأمر متعلقا بالخدمات اللوجستيه في مجال السياحه في المناطق الحره المناطق الخاصه كل هذه مشاريع جديده وبالتالي هذه تتطلب نوع من العماله ونوع معين من الموظفين الذين سيتكفلون بالقيام بهذه المشاريع وبالتالي نحن نراهن لربما على المستقبل في في هذه المرحله وان كان هنالك نوع من الفائض النسبي في الوحدات العقاريه المتاحه في السوق في في الظرف الراهن على وجه التحديد نعم المراهنه على المستقبل هل يدخل من بينها نوعيه المشروع يعني نتحدث عن مدن حديثه تواكب كثير مما نراه حاليا في المشاريع العقاريه في الدوحه وطبعا يعني بعيد عن المقرر لكن نحن نرى الان مدن ذكيه يتم تشيدها في الدوحه ويتم السكن فيها ويتم فعليا استعمالها ابرزها طبعا هي لوسيل ومشارب قلب الدوحه طبعا كما تعرفين بان بروه والديار هناك علاقه خاصه بينهما وبالتالي غالبية المشاريع تنحو بهذا الاتجاه حفاظا على البيئه وتقليلا للمصاريف وكما تعرفين بانه لربما في هذه الفرصه فرصه ان سهوله الحصول على تمويلات غير مكلفه ايضا المواد الاوليه لربما في اسعار منخفضه يمكن لهذه الشركات استثمار هذا الظرف لعمليه الخوض غمار الاستثمار في هذا القطاع والمراهن على المستقبل لتحقيق تدفقات النقديه الايجابيه مستقبلا. نعم مشاهدينا الكرام نذكر حضراتكم بان المؤسسه العامه القطريه للكهرباء والماء كهرباء اعادت تشييد محطه سيلين الموسميه لتعبئه صهاريج المياه للموسم الرابع على التوالي وذلك طبعا بهدف توفير مياه صالحه للشرب لمرتدي المنطقه في موسم التخييم. يأتي ذلك في إطار جهود كهرماء لتقديم خدماتها النوعية لجمهور مشتركيها والتجاوب مع احتياجاتهم والسعي نحو التحسين المستمر للخدمات بغية زيادة رضا المشتركين وطبعا دعم لموسم التخييم الذي سينطلق قريبا إذا في خبرنا الأخير شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الرابع والعشرين لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد عبر وسائل الاتصال المرئية مثل الهيئة مثل الهيئة في الاجتماع وفد برئاسه سعاده السيد احمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئه العامه للجمارك وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على راسها متابعه اخر المستجدات المتعلقه بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون وسبل تسهيل وانسيابيات انتقال السلع بين دول المجلس خلال الفتره المقبله اضافه الى متابعه نتائج اعمال المشغل الاقتصادي المعتمد ومراجعه قوائم السلع الممنوعه والمقيده. أه قبل ان نختتم مع حضراتكم اذا لا يزال المؤشر في المنطقه الخضراء نشهد مكاسب وان قلصنا بعض الشيء من مكاسب بدايه الجلسه حوالي 20 النقطه المئويه يسجلها المؤشر حاليا مع حوالي 60 مليون ريال يتداولها المؤشر خلال اللحظات الحاليه واكثر من 36 مليون سهم على لوحه التداولات لهذا الصباح. الى هنا نصل بكم الى ختام جلستنا لهذا اليوم نشكر ضيوفنا الدكتور عبد الله الخاطر المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركه الامل للاستثمار وكذلك السيد علي قيسيه المحلل الاقتصادي والشكر لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم القيمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته